نعيش معهم أحلام، نعيش معهم رؤى، مواقف، لحظات جميلة وأخرى داخل. عادة يصعب الحديث على شيء مع ناس ربما ما عرفوش، ما طلعوش به. وأنا هنا في هذه القاعة يعني لا أعرف يعني بالضبط مدى اطلاع بعض منكم على العمل الشوارعي، لذلك سأكتفي أو سأعمل على الدخول رأسا من بوابة السؤال الذي طرحه الصديق يونس. قال لو سألت قارئ الداخلي عن شوارع الله كيف يسير اليوم قارئ الرجاء الذي صراحة كما جاء في كلمة الصديق علي أن الإصدار الأول فعلا إنه إصدار أول، ولكن إصدار أول لنصوص تشكلت عبر سنوات مديدة جدا تكاد تكون في عمري، تشكلت فيها هذه النصوص جملة جملة سطرا سطرا. نفسي شرقا لك في الجعبة الذاكرة سواء الوجدانية أو يعني الدقيقة أو الأخيرة أشياء كثيرة جدا، وهذه الأشياء كثيرة بصحبة التأمل تخلع ولي النظر وإعادة النظر وإعادة النظر وإعادة المشاهدة وإعادة هذا التأمل يعني الاستحضار وإعادة الاستحضار. شيء ما كيبقاش هو نفسه كيكتب المثال اللي بتاع مثلا شكون تقول لك تخبط 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 كيطلع هذه ببساطة. هذه العملية هذه هي اللي ما غادي يقدرش الإنسان أي إنسان وأنا يتخلص منها في اللحظة لاستخراج شي حاجة ما، وتكون هذه الحاجة هي الكتابة. أنا أكتب كتابة شعرية، كتابة سردية، هي سرد، هي وصف، هي حوار، هي تأمل. هادو عناصر كنكتبوهم، يعني شنو غادي نوصف؟ غنوصف أشياء اللي أنا شفتها، ولكن شفتها بالعين اللي كتشوف، شفتها في الألوان ديالها، في الشكل ديالها، في يعني في الهيئة، في المساحة، في الحجم، فهادشي كامل شفتها، الحركة ديالها بالإيحاءات اللي ممكن تقيها. يعني أن في اللحظة وأنا كنوصف ما كنتعاملش نوقف بالضبط باش نقول أنني شفت هذه الحاجة بجميع الجهات ديالها، لا، بصح قدرت نوصل من خلال النظر ديالي المتكرر ليها أنني نشوفها بشي زاوية استثنائية. أنا بالنسبة لي للأدب وحنا كنقراو ولا كنبين لك عبر نص كيعجبك ونص ما كيعجبكش، يكون من بابا يكون غير النص هادي ما يعجبكش مسألة تبعك، ولكن كنحتارو لأن مبني ولأن ما كيكذبش، ماشي ما كيكذبش يعني كيقول الحقيقة، يعني فيه جهد حقيقي. جهد حقيقي ما هو؟ هو معرفة بالصنعة، أنا أعرف هادشي هذا، وزائد أن هذه المعرفة بالصنعة مصحوبة بشحنة ذاتية، فأنا إنسان ديال الأدب، علوم إنسانية. الأدب ما يمكنش نحكي به شي حاجة أخرى، غادي نحكي به النفس ديالي، وخا نحكي النفس عكسنا، لكن هذاك النفس ديالي، أنا كيفاش دوقت، أنا كيفاش تصورت، واحد المعاناة، واحد العثرة، الهروب بالخيال، اللحظة، الحدث، كيفاش نجرب مثلا السرعة في الكتابة، كيفاش كتعمل السرعة، كيفاش مثلا كتعمل الليهات، كيفاش كتعمل الترقب، كيفاش كتعمل المفاجأة، كيفاش هذه الأشياء كاملة. ولكن هذه الأسئلة هذه هي أسئلة ضمنية، هي أسئلة محركة أصلا من الكتابة، ما بتكونش حاضرة في نفس اللحظة يعني بالكتابة. إذا لهذه السؤال يا أبو يونس الآخر، التشكيل، حضور التشكيل في أكيد أنا كنحضرني واحد شي هضرة ماركيز معرفتش فين شفتها له، كنقول فيها أنا ما كنكسب حاجة حتى كنشوفها، فين كيشوفها؟ كيشوفها هنا، كيشوفها في خير، يعني كيقدر يستحضرها، يستحضرها وكأنها أكثر من واقعية.
هذيك تما كتشوفها. اذا فعلا كتشوف كنكسر الحاجه كنشوفها ديك الصد كندوقو هو، يعني كنوصل للمعنى الحقيقي للصد، نوصل للمعنى الحقيقي للخوف. شي حاله اختناق، شي حاله بحال هكا. بالنسبه لي هذا هو الشعور الانساني، هذا الشعور اللي كيتعاش في الثانويه ديالك. القصص يمكن كتجي قصص عفوا، قصص ربما كتجي كدلائل، دلائل باش نقبضوا بها على مواقف انسانيه كتعاش. وبما اننا كنعيش في واحد البلد ربما عنده او اوضاع كيعيشها الى اخره، ف يمكن هذا القلق قد يكون عندنا دائم. هو في البلدان اللي زعما تجاوزت بزاف المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه وهذه، وكتلقى فيها هاد الناس الحساسين اللي كتسميهم جاميسون، كتسميهم المراقبين، كتلقى عندهم هاد الحس على المغرضه. المراقبين، الفنانين، الكتاب الى اخره، اللي كيلتقطوا كل شيء مع هو كيلتقطوا غير الاوجه. مزيان كتكون الروح ديالو كتمشي بحثا عن الكمال، شي نوع من الكمال.